السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الطيب. أهلا أهلا سيدي محمد. وحشناك سيدي الطيب. يا مرحبا بك مولاي، عزك الله وحفظك الله ورعاك الله. الله يفتح، الله يفتح عليك، والحمد لله على سلامتك سيدي الطيب. الله يطول عمرك فيك. والله بلاصتك ما يعوضها الا سيدي الطيب، ما كاينش بلاصه شي واحد يعوض لك البلاصه ديالك سيدي الطيب. لا اله الا الله، الله يطول عمرك سيدي محمد، حفظك الله ورعاك مولاي. سيدي كنتوجه بعدا بهذه المناسبه الغاليه بالتحيه الطيبه المباركه لاسره ميت راديو. لا اله الا الله، جزاك الله الف خير. لكل الشعب المغربي والامه الاسلاميه والمستمعين ديال ميت راديو بالخصوص. بارك الله فيك سيدي. الحمد لله سبحانه وتعالى اولا يعني مجتمعين في هذا البيت الكبير والكريم ديال اذاعه ميت راديو مع الوجوه الطيبه ديال المستمعين والمستمعات على واحد المائده غنيه ديال العلم، الحمد لله هذا فضل كبير 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 بزاف، الحمد لله سبحانه وتعالى عليه. لا اله الا الله. سيدي الطيب، انا بغيت نشارك معك في هذه المناسبه السعيده ديال عيد المولد النبوي بواحد الدعاء عظيم جدا تعلمه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه كثيرا. يا ربي يا كريم يا رب. الدعاء هو في كتاب الله عز وجل، وسبق لك فيني في الاسابيع اللي دازت فيني تطرقت ليه، هو الدعاء ديال موسى عليه السلام اللي كان شاب وكان في واحد الحاله يعني ديال الاضطرار الى الله عز وجل، يعني كان جد فقير جد 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 فقير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. الله اكبر. هذا الدعاء يعني نقوله بالدارجه شويه باش يفهموه المسلمين. يعني موسى حس بانه فقير الى الله عز وجل، واي خير جاء من عند الله سبحانه وتعالى وانزله اليه رب العالمين فهو في حاجه اليه. محتاج لاي خير من عند الله، علاش؟ لانه وصل لواحد المستوى ما عنده لا في لباس، لا في ما ياكل، لا ما يشرب، لا اهل، لا احباب. خرج من قصر فرعون. لا 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 قصر فرعوني ولا مشرد تائه. نعم. مع واحد الهاجس كبير كيحكم الحياه ديالو وهو الخوف الشديد على حياته. نعم. يعني حكم عليه بالاعدام من طرف يعني سلطه فرعون، يعني محكوم بالاعدام غيابا بالاعدام، وبالتالي خرج خائفا يترقب. كان هذا هاجس كبير يعني وصل واحد المستوى ديال الاضطرار والحاجه، يعني شعور مطلق بالفقر الى الله عز وجل. لا اله الا الله. الله تعالى شوف شنو دار له. يعني موسى من بعد دار واحد العمل انساني، هذا مهم جدا، يعني جوج الاعمال دارها خصنا نركزوا عليها، ان قد تم واحد الخدمه انسانيه لجوج فتيات. هذه الاولى، يعني الخدمه الانسانيه مهمه في حياه المسلم. النقطه الثانيه وهو الدعاء، هذا الدعاء هذا يعني تفويض الامر الكلي الى الله عز وجل. الادب العظيم مع الله عز وجل، بمعنى كيقول له يا ربي انت اعلم بحالي. رتب لي الاولويات ديالي، المطالب ديالي والحاجيات ديالي كتعرفها، الحاله النفسيه ديالي راك عارفها. وموسى على علم بان الله يعلم حاله. الله سبحانه وتعالى يعني رتب لي الاولويات وعطاه ثلاثه نعم عظيمه جدا يعني نذكر بها بسبب هذا الدعاء وبسبب العمل الانساني اللي قدم. ما اعطى الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء؟ اعطى ثلاثه نعم. النعمه الاولى العظيمه وهو نعمه الامن والاستقرار. الله سبحانه وتعالى جاء على لسان شعيب قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الله اول بشرى، اول بشرى تمتع بها موسى عليه السلام هو الشعور بالامن. فالمسلم خصو لا بد حيد عليه المخاوف، الانسان اللي خايف في حياته خوف شديد انسان معذب. لا نقول له لا تخف، لا تخف من اي شيء. فهمتني؟ هذه النقطة الأولى. الله نعمة أكبر. الأمن والاستقرار. نعم شعيب بغى يعطي واحد السكن فين يبات معاه فين يتقوى وفين يبدا حوايجته فين يرتاح، لكن كاين واحد المشكله في الطيب. ايوا انه رجل اجنبي وقدامه جوج ديال الفتيات كيتحركوا غريب عنهم. هذه مشكله كبيره لا لموسى ولا الاسره ديال شعيب.
شنو الحل؟ شي حل شرعي وقانوني. شنو الحل الشرعي وقانوني؟ هو الزواج. طيب الله سبحانه وتعالى كرمه بالنعمة الثانية هو نعمة الاستقرار العاطفي. يكرمه رب العالمين واحد الفتاة صالحة زهرة الحياة إن سيعيش حياة الاستقرار العاطفي. هذه نعمة عظمى أعطاها الله سبحانه وتعالى. جاءت على إن يصل الله سبحانه وتعالى يصل للأسرة ديال شعيب باش أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه النعمة الثانية. طيب كاين مشكل شنو هو؟ موسى ما عنده تريال، ما عنده درهم. شنو غادي يدير؟ غادي يخدمو لمدة 8 أو 10 سنوات، يعني يقوم بخدمة هاد الأسرة. يعني قضاء المصالح ديالها. تصوروا معايا سيدي الطيب، يعني بلغة العصر، تصوروا معايا لو أن موسى عليه السلام فقد لنا الحاضر خدام بواحد 100 درهم. 100 درهم مثلا في اليوم، يعني 10 سنين 100 درهم غادي يطلع عليك 365,000 درهم. يعني 36.5 مليون. هذا هو الصداق ديال المرأة اللي أعطاها الشعيب الأب على أن تأجرني 8 حجاج. أي نعم 8 أو 10 حجاج. فإذا أجرت 10 سنوات من عندك. نعم 10 سنوات. يعني 10 سنين. يعني 10 سنين ضربها 10 سنين ضربها 100 درهم ضربها 365 يوم في السنة، يعني أعطاك تقريبا 365,000 درهم. يعني 36 مليون ونص. يعني هذا كرم كبير ديال هذا المهر. كان ممكن موسى عليه السلام يتشطر بها نسيبه، يقول له 4 سنين غنخدم معاك بالمجان كصداق، ولكن السنين راه تعطيني شي بركه باش نبني الحياه ديالي نبني المستقبل ديالي، ما نبقاش انا خدام يعني 10 سنين معاك كلها. لكن كرم ديال موسى عليه السلام، يعني وفى معاه 10 سنين تخدم معاه خدمه انسانيه. راه ماشي سهل، ما حكاين لا روتين ولا ويكاند ولا حتى شي حاجه، يعني تربيط المشي راه شي حاجه خاصها يوميا. نعم. هذه يعني حدا الله سبحانه وتعالى سيعطي غادي سينعم على موسى بالنعمه الثالثه وهي التربيه الواقعيه. اي ربي واحد التربيه ربانيه. تلميذ بين يدي الاستاذ او المريد. نعم. بين يدي الولي علمه سيدنا شعيب احسن تربيه. نعم. نعم لا الله سبحانه وتعالى غير ربيه سينقله. نعم. من تربيه القصر الى تربيه الواقع. نعم. تربيه واقع تربيه ربانيه. شنو هي التربيه الربانيه؟ تربيه على التواضع، تربية على القناعة، تربية على الرضا، تربية على الخدمة، على الإحسان، تربية على الأخلاق، على الصبر، على حب الخير سميتو على المخلوقات، على الإحسان إلى مخلوقات، لأن تربية المشارع إحسان خصها صبر، خصها مراعاة لهذه المخلوقات الضعيفة. يعني التربية واقعية، يعني رغم أنها الدخل ديالها بسيط ولكن يرى الله سبحانه وتعالى يعده ويرقي. أي نعم سيدي محمد لا إله إلا الله. الخطأ على الخطأ عن سيدي محمد. بس سيدي محمد دائما يضحكنا بمداخلاته الإيمانية الربانية التي تؤثر في النفوس والقلوب. فعلا الكلام اللي قاله سيدي محمد من فاس يقتحم القلوب دون استئذان. هناك من يقرأ القرآن ويمر عليه مرور الكرام، وهناك من تستوقفه الآيات الدالة على عظمة الله وجلاله. فسيدي محمد بغى يوصل لنا واحد الرسالة مهمة للغاية، وهي اليقين في الله وفي عنايته وفي رعايته. وقد نال سيدنا موسى عليه السلام هذه الحظوة بكلمة. ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسيدنا موسى فعلا تربى في القصر الفرعوني ردحا من الزمن تقريبا ما يزيد عن 25 سنة، وسيدنا موسى يعيش في كنف فرعون في قصره مع زوجة فرعون التي اتخذته ولدا. أراد ربنا عز وجل أن ينقله من حياة الدعاء وحياة القصور إلى حياة البادية، إلى حياة رعي الغنم، ولكن في أحضان رجل صالح اللي هو نبي الله شعيب. سيتعلم من شعيب هذه المدة 10 سنوات، يتعلم منه أخلاق النبوة، ويتعلم منه النور الذي أنزله الله على الأنبياء والمرسلين قبل أن يكرمه الله تعالى بالوحي وقبل أن يكلمه تكريما. فسيدنا موسى نال هذه الحظوة بماذا؟ أولا الاعتراف بنعم الله عليه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنسان يطمع، لا تطمع في أي مخلوق ولكن في الخالق أطلب منه الكثير. ربي عز وجل يحب العبد الملحح. سيدنا موسى استجاب الله دعوته لأنه قدم
قدم أعمال وسلوكات تنم على أنه من الصالحين. أول شيء قدم خدمة لهاتين الفتاتين، ملقى الفتاتين جاءت من بعيد تدودان على غنمهما والناس يسقون والرعاع يسقون. لو كان واحد غريب ربما سيتحرش بهما فيطلق عينان لسانه أو بصره، لكن سيدنا موسى غض البصر وغض اللسان وتقدم لأداء الخدمة. فتاتين لهما فيهما الحياء واستحيوا يدخلوا مع الرعاة ومع الساقين في الازدحام، فتقدم وسقى لهما. ثم لما كلمته أطرق ببصره وكف بلسانه، فالبنت فرحت لهذا السرور وأخبرت أباها. البنت ماشي كتختم على أبيها، أبوها سألها علاش جيت اليوم بكري، كنتو كتمشيو تسقي وكتعطلو دابا جيتو بكري، قالوا لي راه واحد الشاب قدم لنا خدمة لسيدنا موسى عليه السلام. وقالت إحداهما يا ربي لو جز يا أبي لو جزيته راه قدم لي واحد الخدمة عظيمة. فلما سيدنا موسى دعا الله تعالى سخر لي شعيب وقال لي أجي يا شعيب، أجي سي موسى عندي الدار نجازيك. كان غادي يجازي في الأول غير جازي غير بشي وجبة طعام ويمشي الحال. سيدنا موسى يقال ديك اللحظة كان جائع وقد رمقت الفتاتين جوعه، قيل بأنه كان يجلس عند الشجرة ويأكل من 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 النبات الذي هو حول الشجرة، أكل الربيع حتى صار بطنه أخضر. فكان سيدنا شعيب ناوي جازي غير بوجبة الطعام، ولكن لما قص عليه القصص وعرف بأنه قال لي كذا وكذا مع فرعون قال لي نجوت إنك من الآمنين، أعطى النعمة دي للأمن واستقر عندي. ولكن طبعا الخلوة الشرعية هنا الراجل عنده جوج بنات وغادي يجلسك عنده في داره وتاكل وتشرب وتبات، راه كاين الشيطان وما خان رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فسيدنا شعيب لأنه نبي ولأنه يعرف ذلك الأشياء عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه. سيدنا موسى ما كانش يزعم يطلب منه، هذا الرجل عنده حق ديالو، عنده فيرما وعنده جوج بنات وهو جاي غريب ومنكسر وجيعان ما يقدرش يطلب. ولكن سيدنا شعيب كان تريا وعنده مواشي وعنده فلاحة وعنده فتاتين، عرض عليه أنه يزوج إحدى ابنتيه باش يبقى عندي مستقر، بالمقابل باش يحافظ على الكرامة ديالو قال لي غتخدم عندي 8 سنين وإذا كملتي 10 فمن عندك. وطبعا كما قال عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى كان كريم فأتم 10 وربي عز وجل جزا. فكنشوف أخي محمد من فاس أنك ذكرتنا بهذه القصة وما فيها من عبر وما فيها من دلالات، وختامها أن الله عز وجل أكرم سيدنا موسى وربنا جل جلاله أعطاه كل الكرامات وكل النعم اللي كان يتمناها. تبارك الله فيك وزادك الله من فضله وحفظك الله ورعاك الله، وحنا محتاجين مثل التدخلات الإيمانية التدخلات الربانية كما عودنا عليها أخينا محمد من فاس، ولعل الكثير من المستمعين والمستمعات عندهم إضافات وإشارات نورانية حبذا لو يتصلوا بنا ويذكرون لنا بعضها حتى تنمي الإيمان في قلوبنا وفي أنفسنا. شكر الله لك أخي محمد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.